صباح الخير، صباح الخير على احلى مشاهدين. صباح مليان بالتفاؤل والامل. صباح الخير يا انجي. صباح الخير يا نانسي، عامله ايه؟ الحمد لله. في المؤتمرات الدوليه والمحافل الدوليه بيبقى عندنا ناس كتير من دول كتير قوي ولغات مختلفه. الناس دي ازاي بتتواصل؟ سؤال مهم جدا ودايما يطرح نفسه، وهنا بيجي دور المترجم الفوري. ومعانا النهارده استاذه دينا رشاد، مترجمه فوريه في التلفزيون المصري. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا سناء. انتي عامله ايه؟ الحمد لله. صباح الخير يا انتي. صباح الخير، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. عايزه اعرف الاول، انتي خريجه ايه؟ انا خريجه ترجمه فوريه جامعه الازهر. حلو قوي. وده قسم لغه انجليزيه. بالظبط بالظبط. وده تخصصك هو نفس شغل الترجمه يعني؟ بالظبط. هي كانت اول كليه اتعملت يعني بالتخصص ده تحديدا. تمام. يعني الكليات التانيه كانت كليات لغات وبيدرسوا فيها الترجمه كشق يعني او كماده، لكن دي كانت اول كليه اتعملت متخصصه في حته الترجمه الفوريه. بعد كده بدا بقى يظهر حاجات تانيه اخرى يعني. طيب دينا، هو انت اصلا بتحبي الترجمه؟ يعني انت كنت داخله الكليه بمزاجك صح؟ والله مش قوي صراحه. يعني انا بحب اللغه عامه لكن مش الترجمه. أوكي. يعني انا كنت حابه اللغه فقط، ولما دخلت بقى الكلية حبيت اللغة أكتر. أوكي. وحبيت الترجمة الفوري تحديدا، يعني التحريري كنت مش حباها قوي. لكن الفوري هي اللي كانت بالنسبة لي حبيتها قوي، وحطيتها أن أنا عايزة في يوم من الأيام، بس مش عارفة إمتى، بس في يوم من الأيام هوصل لها يعني. عشان كده دخلتي المجال. هو انت اصلا دخلتي المجال ازاي؟ بصي يا ستي، دخلت المجال دي رحله طويله قوي. اوكي. خدت مني يمكن حوالي 7 أو 8 سنين عشان اوصل ليها يعني. فهو انا لما اتخرجت كنت حاطه في دماغي اشوف ايه هو المطلوب مني كمترجمه فوريه، محتاجه ايه. محتاجه مينلي او اساسي يعني 3 حاجات: ان انا اكون عندي قدره ان انا اتكلم باللغه طبعا اللي هي اللغه الانجليزيه، انا قسم لغه انجليزيه، فابقى عندي قدره اني اتكلم لغه انجليزيه طبعا ولغه عربيه الاثنين مع بعض. فيبقى حته القدره على التحدث دي اول حاجه كنت شايفه ان انا محتاجاها. الحاجه الثانيه ان الترجمه نفسها كعلم محتاجه ان انا اشتغل فيها امارسها. فاشتغلت في حاجات يعني اول ما اتخرجت، حاجات تقوي عندي اللغه من ناحيه الحديث يعني التحدث والنطق وكده. فاشتغلت كتير بقى في حاجات اللي هي الكول سنتر والكلام ده عشان اتاكد ان انا بمارس اللغه بشكل يومي. وفي نفس الوقت كنت بشتغل برضو ترجمه تحريري، حاجات بسيطه كده فريلانسنج يعني او عمل حر، عشان برضو اللغه نفسها بقى كلغويات والترجمه نفسها ما تقعش مني. خدت كده فتره حوالي يمكن 3 4 سنين، لا 5 سنين اكشلي، 5 سنين. وبعد كده اتجهت لعمل حكومي، اشتغلت ترجمه تتبعيه. بس لو الناس مش عارفين هي الترجمه الفوريه، كنت لسه هقول التتبعيه. هي الفكره لما بنقول ترجمه فوريه الناس كلها بتتخيل ان هي حاجه واحده او هي نوع واحد. أوكي. بس هي في الواقع هي كذا كذا نوع، كذا نوع. يعني احنا ممكن نقول ترجمه شفهيه، ده المسمى الاكبر يعني، وبينزل منه بقى الانواع المختلفه بقى. في ترجمه تتبعيه، ترجمه فوريه، ترجمه همسيه. تمام. فالترجمه الشفهيه اللي هي بتبقى الترجمه بالحديث يعني مش كتابه. التتبعيه دي اللي هي لما يكون المتحدث بيتكلم وبعد ما بيخلص كلامه انا ببدا الترجمه بتاعتي. تمام. الهمسيه اللي لما يكون المتحدث بيتكلم او يعني كذا حد مثلا قاعدين في مؤتمر او كده وحد بيتكلم وانا بترجم في نفس الوقت اللي بيقوله المتحدث ده لحد تاني، بس ترجمه بصوت منخفض محدش بيسمعه غير اللي انا بترجم له. النوع الثالث بقى، وهو النوع المستخدم اكثر في المؤتمرات، اللي هو الفوري، اللي هو بيكون من داخل الكابينه. اوكي. اللي هو بيكون بقى في وقت الحديث بالظبط، يعني هو بيتكلم وانا بترجم في نفس اللحظه. طب ايه رايك نتخيل نفسنا كده احنا دلوقتي في مؤتمر؟ اوكي. وترجم لنا اي حاجه، مش عارفه. يلا. احنا هو عايزين نترجم اي حاجه يعني، يعني مش عارفه يعني مثلا انت اخر مؤتمر كان اخر مؤتمر اخر مؤتمر كانت حاجه تبع اليو ان وومن. اوكي تمام. بس طبعا احنا الفكره ان احنا المؤتمرات دلوقتي من ساعه الكورونا ما بقتش مؤتمرات من داخل قاعات المؤتمرات، بقت عن طريق. انا لسه قايله المقدمه كده، يلا وراي. اوكي يلا. صباح الخير مشاهدينا الاعزاء. Good morning dear viewers. طيب صباح الخير مشاهدينا الاعزاء. Good morning dear viewers. اهلا بيكم برنامج نص الدنيا. Welcome to our program half of the world نص الدنيا. وبنرحب بإنجي. Welcome إنجي. وبنرحب بضيفتنا العزيزة and our dear guest Ms. Dina. كيف حالك؟ جميل حقيقي.
فهي بتبقى كده، بتبقى بنفس النظام ده يعني. الفوري هو اللي بيكون في نفس اللحظه اللي بتحدث فيها المتحدث. اوكي، انت قلتي كان في فوري وفي همسي. همسي وفي تتبعي. طيب أوكي. الفرق ما بينهم، انت قلتي الفوري ان انا وانا بتكلم معاكي على طول انت بتردي في نفس ذات الوقت وانا بتكلم، صح كده؟ بالظبط كده. تمام. طيب التتبعي اللي هو بعد ما بخلص الكلام بتاعي. بيبقى في معظم الاحوال بنتفق ان كان يعني بنحاول ان احنا نتفق مع المتحدث ان هو هيتكلم مثلا لمده 5 دقائق بس، بعدين يتوقف وانا اكمل، او هيقول جمله على بعضها بعدين يتوقف وانا اكمل، او فقره يخلصها وبعدين انا ابدا. طبعا الاستراتيجيه في كل واحده فيهم مختلفه تماما عن الثانيه. يعني في تتبعي بيبقى معظم الوقت او ان كان كل الوقت لازم بيبقى في معانا ورقه وقلم وبنقعد نكتب نوتس ملاحظات يعني هو بيقول ايه عشان ما ننساش. على عكس الفوري طبعا برضو بيكون في معانا ورقه وقلم، بس مش بنكتب ملاحظات، بنكتب الحاجات اللي ممكن العقل ما يجيبهاش بسرعه، زي مثلا الارقام. اوكي. الارقام في مصادر معينه بتحتاجيها علشان تقدري ان انت تبداي شغل مثلا في المؤتمر او في اي حاجه. طبعا هو مش مصادر بحتاجها قد ما مرحله الاعداد او التجهيز، يعني لازم قبل كل فعاليه. طبعا. أوكي. لازم قبل كل فعاليه بحاول ان انا اوصل للفعاليه دي عن ايه، طب مين المتحدثين، هل بيدوكي مثلا الحوار اللي هيدور؟ لا خالص. أوكي. دي بتحصل ساعات بس في يعني صراحه انا ما واجهتهاش هنا في مصر، بس انا عارفه انها بتحصل بره ساعات بره. في اليونايتد نيشنز وكده. ساعات بيكون لو المتحدث الكلمه بتاعته موجوده بيتم يعني توفيرها للمترجمين، وبيعملوها ساعتها حاجه اسمها مرئيه او الاتسايت اللي هي الترجمه المرئيه، يعني يبقى معاهم مثلا على السكرين يعني او حاجة. بتبقى ممكن على معاهم الورق قدامهم السكريبت وهم بيبداوا يقروا منه او بيترجموا منه وهو قدامهم مش مترجم، يعني هو بيدوا له مثلا هو مثلا هيترجم عربي فبيدوها له مثلا بالانجلش وهي قدامه بقى بيترجمها وهي قدام عينيه بيقراها وبيترجمها. أوكي. في نفس الوقت. لكن مرحله الاعداد دي طبعا هي اهم مرحله اللي هي قبل كل فعاليه، وساعات بتكون مش متاحه. وده بيكون وده يمكن اكتر في التلفزيون اللي هي ترجمه الهواء. تمام. لان بيبقى كتير احنا مش عارفين اصلا ايه الموضوع او كده، ممكن الحد اللي المتحدث بيبقى يرتجل بقى فبيبقى الموضوع، وغير كده ممكن يكون مش عندنا اصلا خلفيه الا وقتها، احنا هوا في حاجه طالعه دلوقتي هننقل هوا، طب ايه الموضوع، لا مش عارفين غير ان هو مثلا حاجه معينه بس اسم كده مجرد. وبندخل بقى ونتعامل جوه يعني. طيب دينا معلش هسألك سؤال. طيب موقف غريب حصل مثلا ان يكون الضيف مثلا يعني قال كلمه خارجه عن شخص ما او عن دوله، ساعتها انت بتتصرفي ازاي؟ يعني بيكون تصرفك ساعتها عامل ازاي؟ لا دي نقطه مهمه قوي، يعني خليني اخد من سؤالين على بعض. أوكي. عشان دي برضو الناس بيتخيلوا انه الترجمه الفوري احنا بنترجم بالظبط هو بيقول كلمه فانا بترجم الكلمه. طيب. ده مش صح خالص. أوكي. هي الترجمه الفوريه او الشفهيه، خلينا نقول شفهيه بلاش فوريه، الترجمه الشفهيه عموما يعني بتتقاس على المعنى اللي بيتقال، بمعنى المتحدث بيتكلم انا لازم تبقى عندي سرعه بديهه ان انا افهم هو بيقول ايه، وانا بترجم المعنى بتاع كلامه مش بترجم الحرف او الكلمه، لان لو ترجمت حرف او كلمه انا مش هقول جمله مفيده، يعني مش هطلع بجمله مفيده. طيب. فلازم ان انا مش بس بترجم الكلام، لا انا بترجم الكلام وهو قصد ايه من الكلام ده، يعني ما هياش حرفيه خالص، يعني انا بس بدي المقصود من الجمله اللي هو قالها المعنى، بدي مش بدي المعنى بمزاجي، يعني انا بدي اللي هو بيقوله بالظبط بنفس التركيبه بتاعته، بس اتاكد ان انا نقله المعنى صح مش قايله كلام حسي. يعني انت بتقولي معنى كلام، معنى الكلام نفسه اللي هو قصده. أيوة بالظبط. أيوة. كده، لان احنا بنتكلم في لغات مختلفه، يعني التركيب اللغه العربيه مختلف بالزبط. تماما مثلا أكيد. عن الانجليزيه بالزبط. فلو انا مشيت حرف حرف انا كده بطلع يعني بدي انتاجيه لحاجه ملهاش معنى، لو المعنى ما ينفعش يتقال دي بقى بتحصل وبتبقى محرجه جدا. يعني أوكي. دي ساعات بتحصل بس مش كتير، بس بتحصل. دي من ضمن التحديات يعني اللي احنا بنواجهها. بتقابليها ساعتها؟ بنحاول قدر الامكان ان احنا يعني نوصل المعنى بدون ما يبقى فيه اسقاط وبدون ما يبقى فيه تزويد، ونبقى احنا منفصلين عن يعني احنا بنوصل المعنى وفقط، مالناش دعوه مين قال ايه، احنا مجرد يعني دايما بحب اقول ان احنا زي الظل بتاع المتحدث. تمام. والله هو هيقول ايه احنا بنقول اللي بيقوله. حتى لو كان سب او مثلا كلمه خارجه عن ساعات في حاجه زي دي ممكن ننوه، يعني نقول مثلا لو في سب او شتم او كده بنقول انه مثلا بيتم تداول مثلا الفاظ او سب او شتم او كده، واحنا هنمتنع مثلا عن الترجمه في السياق ده او في الالفاظ دي او ما بنقولش الشخصيه تاني اللي هو قالها.
يعني لو قال اسم شخصيه مثلا هو كان بيسبب شخصيه معينه، فانا ما بقولوش، ما بقولش بقى بنقول. اسم، لا بنقول، لا لا بنقول اصل احنا ما نقدرش احنا ناخد اي قرار، احنا ما لناش ان احنا يعني ناخد قرار يعني ما تحرفي الكلام خالص، وما اقدرش احذف وما اقدرش اقول انا مش يعني ما اقدرش احذف كلام عشان حسيت ان هو مش لائق مثلا فهحذفه. لا خالص، لازم اترجم اللي بيتقال، بس في نفس الوقت بدون ما انا ازود يعني ازود من عندي، ارتجل من عندي، وبدون ما اسقط حاجه. لو لقيت ان الموضوع فيه خروج عن النص يعني بشكل غير لائق، او حتى لو بنتكلم في حاجه مختلفه عن العقائد بتاعتنا وده بيحصل كتير، احنا ملزمين ان احنا نقوله. اوكي، ده مش ممكن تعملي سكيبنج للموضوع وما تترجميش؟ لا لا خالص، يعني لازم كده كده هترجمي. لازم لازم. اوكي تمام. طيب ماشي، ممكن نشوف انت صور ليكي. صور هتنزل معانا دلوقتي على الشاشه. اوكي، انت هنا كلميني عن الصوره. كلميني عن الصوره فعلا. دي كنت في تكساس في امريكا، دي من حوالي يمكن ست سنين او خمس سنين. كنت مسافره تبع وفد هنا من مصر، كان وفد ضباط كانوا مسافرين هياخدوا دوره تدريبيه هناك على الحدود الجمركيه، وانا كنت مسافره معاهم مترجم مرافق. يعني كنت بحضر معاهم التدريب بتاعهم، بترجم ليهم وبترجم طبعا للضباط اللي هم واقفين دول، يعني كانت الترجمه من والى. أوكي. عربيه وانجليزيه. تمام. اوكي، بتبقى متعبه بقى قوي اكيد صح؟ هي مرهقه جدا ذهنيا. جدا جدا. تركيز. تركيز عالي جدا جدا، لان العقل بيبذل مجهود، بيحرق كم طاقه غير طبيعي. احنا بتسمعي وبتركزي. جميل جدا حقيقي موضوع ان احنا نحرق طاقه. بس مش بنخس. بالتالي ما خسستش ده. ما خسستش. تمام. فانت بتبذلي مجهود ذهني فظيع جدا، انت بتسمعي وبتفهمي وبعدين بتعيدي اللي انت فهمتيه بلغه تانية، ولازم تبقي واخده بالك ان التركيب اللغوي طبعا طبعا عاوز سرعه البديهه وسرعه التركيز. يعني لو النفسيه بتاعتك انت حاليا مش قادره بتعملي ايه؟ يعني بتبقى ساعتها وانت قاعده بقى بتتصرفي ازاي؟ بتطلعي نفسك ازاي اصلا من فكره ان نفسيتك دلوقتي انت لازم تفصلي؟ طبعا لازم تفصلي خالص. فانت بتعملي ايه قبل مثلا؟ كدينة؟ يعني قبل كدينه بالظبط كده. كدينه، لان ده ما اعرفش الباقيين ممكن يعملوا ايه، بس انا كدينه هقول لك ان يعني الحاجه الوحيده اللي بتخرجني من اي حاله نفسيه هي الترجمه، ان انا الاقي نفسي بترجم. اي حاجه تانية مش هتعمل معايا تاثير، يعني مجرد بس ما اعرف ان انا خلاص انا هترجم، فانا اوتوماتيك بلاقي نفسي فصلت من اي حاجه في الباك جراوند. طب الكورونا اثرت مع المترجم؟ جدا جدا جدا. احنا يمكن من اكتر الفئات اللي اتضرت بصراحه. تمام. حقيقي من اكتر فئات الدار، لان احنا شغلنا وقف تماما، المؤتمرات وقفت تماما، احنا شغلنا اساسا بيقوم على المؤتمرات بالظبط، فالمؤتمرات كلها وقفت، مفيش حركه طيران، مفيش اي تفاعل، فخلاص الدنيا كلها وقفت. طب ده ما فرقش على السوشيال ميديا والحاجات دي؟ يعني طبعا هو بدا يطلع يعني او بدا يحصل توجه للمؤتمرات اللي هي والتفاعل عن بعد بالظبط كده، من خلال بقى منصات، طلع منصات كتير بتوفر خدمه الترجمه الفوريه. ودي اسهل لكم ولا اصعب؟ اصعب اصعب. وده اللي ناس كتير مش مستوعباه. طب واصعب ليه؟ ده اسهل، ده انتوا في بيتكم، ده انتوا مش عارف ايه. لا، المشكله ان هو احنا لما بنكون في المؤتمر انا ما بعملش حاجه غير ان انا بترجم وبس، مش دعوه حاجه تانية. والله بقى ده حصل فيها مشكله، صوت حصل فيه مشكله، سماعه باظت. طبعا انت في البيت مش مشكله، بتفرق بقى ان انت بتظبطي كل الكلام ده، كل حاجه عليكي. فلازم نكون متاكدين ان النت كويس، اللابتوب بتاعي تمام، سماعتي تمام، ما فيش عندي نويز في الباك جراوند، حاجات كتير بقى، تشيك اب كتير بيتعمل. وبتبقي طول ما انت شغاله، يعني طول فتره الترجمه وهي شغاله بتبقي متابعه، يعني انت مش بس مركزه بقى دلوقتي في شغلك، انت متابعه كمان ان النت شغال، انتوا سامعيني، الترجمه واصله لكم. ساعات كمان لو في تشات بوكس تحت وبيبعتوا تشات بقى مثلا الحضور بيتكلموا هم مع بعض، فبيطلع عندك انت نوتيفيكيشن، فبتضطري برضو تخشي وتشوفي هل في حاجه مبعوتها لك انت ولا مش مبعوتها لك. مركزه يعني بيبقى تركيزك ممكن يفصل منك شويه. جدا جدا. دينا حقيقي كنا مبسوطين معاكي بجد، انت فعلا نورتينا وعرفتينا ثلاث انواع بتوع الترجمه. يعني انا بالنسبه لي ما كنتش عارفه غير بس موضوع الترجمه الفوريه، فانت فرقتي كتير معانا. مشاهدينا هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني، استنونا مع نص الدنيا.